السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا خير هذا اليوم، فتحه ونصره وهداه وبركته. نسأل الله جل وعلا خير هذا اليوم، خير ما فيه، ونعوذ بالله من شر هذا اليوم ومن شر ما فيه. نسأل الله تعالى في هذا اليوم أن يقرب منا الخير والأخيار، وأن يصرف عنا الشر والأشرار. نسأله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أن يعجل بالبرء والدواء والشفاء لكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وفي هذا اليوم أن يغفر وأن يرحم كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. نسأل الله جل وعلا في هذا اليوم أن يكون بداية خير في الأبدان وحولها وخارجها إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السعادة في الدارين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. حياكم الله أحبابي وإخواني، كونوا على ثقة أن الله عز وجل سبحانه جل في علاه جميل وكريم وعظيم. ثقوا أن الله عز وجل يجازي النفوس الطيبة بكل أمر طيب خير جميل. فلا بد من الصبر ولا بد من الرضا، وكل واحد منا لا يعلم ما يخفيه له القدر، ما يخفيه له الغد. فثق أن الله عز وجل يهيئ لك أمورا طيبة ويعيدك بأمور بفضل الله جل وعلا خيرة. فالزم باب الله سبحانه وتعالى وباب البر والخير والإحسان، واعلم أن وعد الله حق. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ستراه بإذن الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة بوعد الله سبحانه وتعالى. فجزاكم الله جل وعلا خيرا وثابكم الله تعالى. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا تروا مكروها أبدا في نفوسكم وفي أهليكم وأبنائكم وفي من حولكم. أسأل الله جل وعلا أن تكونوا دائما على خير وبخير بإذن الله عز وجل. البعض يقول الصوت ضعيف، شو ما عليك ما تجاوبناش، ودير أسنان خيالية وباهضة بزاف، دير شنو هذا؟ واخا نجاوبك أخي الحبيب على هذا السؤال، واخا مليت من هذا الجواب على هذا السؤال، والله العظيم لا مليت على هذا الجواب، مليت على هذا السؤال. كأنني أنا لما كنشوف الفيس وكذا، هذا السؤال هو الذي دائما يتكرر وسأجيب الآن، غادي نجاوب. الله المستعان. أول شيء الأخ يسألني كأنه في عتاب، يعاتبني، كأن الأخ سفيان يعاتبني. أقول له أخي الكريم اسمعني جيدا، الآن الصوت جيد؟ هل الصوت جيد؟ الآن هل الصوت واضح وجيد؟ عجيب بارك الله فيكم، الصوت الآن جيد؟ أعطوني إشارة، هل الصوت جيد؟ هل الصوت الآن جيد؟ هل الصوت الآن جيد؟ طيب الحمد لله. العجيب والغريب أن أرى محبة من الإخوة والأخوات، هذه المحبة لا يتنازل فيها اثنان،
والحمد لله المتابعة من كل أنحاء العالم بفضل الله. هذه أمور ثابتة كلنا يعلمها بفضل الله جل وعلا. هذه أمور أصبحت ثابتة الكل يعلمها بفضل الله عز وجل. والمتابعة لم تأتي وليدة صدفة، إنما هي بفضل الله جل وعلا من عقلاء ومن أخيار، من طيبين وطيبات تابعوا المقاطع وتابعوا الجلسات وتابعوا هذا الرجل الذي يتكلم الآن، وتابعوا كذلك مواقف، وتابعوا حروب طاحنة، وتابعوا أفعال جمعوية، وتابعوا أشياء كثيرة. نبقى في واقع الرقية. رأوا بفضل الله جل وعلا بعقلهم وبأبصارهم بحواسهم النفع المتعدي للغير بفضل الله عز وجل، وانتفع القاصي والداني من المقاطع، ولم نجعلها تجارية، إنما جعلناها لله خالصة مجانية. وما بخل يوما، ما رأيتم يوما نعيم ربيع قال أنا الاستشارة بالمال. سجل عندك أخي الحبيب، منهجي واضح منذ أن بدأت، حقك حقك حقي حقي، وحق الضعيف حق الضعيف، وحق الفقير حق الفقير. وحينما أرى أن الناس ليس بيدهم طاقة ولا قدرة، حينها ألام أني طردت فلان أو أني أوقفت فلان. منذ أن بدأت، ما كانت يوم من الأيام عندي الاستشارة بالمال دائما مجانية، وقد تكون لساعات. ما رأيت يوم أني تاجرت في الأعشاب والعلاجات، مع أني بإمكاني هذا وأحله الله جل وعلا. ما رأيت يوما أني أحاول أن أجعلها رقية في 5 دقائق و10 دقائق، والكم إنما أبحث عن الكيف. ما رأيت بفضل الله جل وعلا يوم أني أبحث أن أجعل من يمثلني في كل الأصقاع والبقاع، ويكون لي دخل من هنا ومن هناك، مع أنه جائز وحلال وأحله الله جل وعلا. أشياء كثيرة ممكن أن أعدها بين أيديكم حبسني عنها أمر واحد، وهي دي كلها منفعة شخصية وغير وللغير، وترجع علي بالمال دون أي تعب. لتفهموا الواقع، أنا أتكلم معكم ما في الكواليس، أجعلكم تبصرون عالم الرقية الذي هو عالم قوي كبير وعليه ازدحام، ومع ذلك فلست من المزدحمين على هذه الأبواب. فبإمكاني أن أكون بينكم الآن، أرى أني لا أشتغل، لكن مراكزي في فروع كثيرة تعمل وتذر علي المال، لكن لم أسلك هذا المسلك. وكان ابني بإمكاني حينما أجلسكم الآن أني أرضي الناس ب15 دقائق وأضر على نفسي المال، ولم أسلك هذا المسلك، مع أن الإقبال من كل أنحاء العالم والمغاربة خصوصا بعدد لا يطاق، عدد كبير الآن أمام المركز خارج المركز، وما استقبلت أحدا لأنني أسير معكم بشفافية وبوضوح. لست يد تسبح وتذبح، منهجي واضح، لا أدعي ذاك الزهد البارد. أقول لكم كيت وكيت، وهي كذا وكيت في الخفاء كذا، كان منهجي واضح، لكن منهجي فيه مراقبة ومراعاة لحال الضعيف ولحال الغني، وتؤخذ منا وتعطى هنا، ونسير سيرا باتزان حتى يكون فينا الاعوجاج، أو يكون فينا الفقر والضعف، أو فينا التذلل للآخر حتى نبهث نلهث كي نخطف منه ما نخطف. لا أبدا، أغنانا الله، أمور ميسر بفضل الله تعالى، ثقة بما عندنا من فضل جل وعلا، ثقة بوعد الله سبحانه وتعالى. ما يضرنا إن جاء غني أو جاء فقير، إن أخذنا من غني أو أعطينا فقير بفضل الله عز وجل. المال آخر شيء أنا أتكلم فيه، أنا عندي منهج واضح. لا يمكن
أن أضع سلع وبضاعة وأقول خذوها كلها مجانا، لأننا جربنا هذه الأمور. وأنا اليوم صباحا كنت أتكلم مع أحد رئيس جمعية، مع أحد الإخوة الأفاضل، وقلت له أصبحت أخشى أن أؤثم، لأن كثير من يقلدون نعيم ربيع في الساحة العالمية ليس المغربية فقط، أصبحوا يرون الشكل الظاهري يبدو الوصول إليه، مع أني حينما أتابعهم لا أرى الشكل الباطني في الجد والاجتهاد والمثابرة. حينما نشرب بعض القهوات في جلسة واحدة ما كنشوفهاش، حينما أرى البحث أريد أن أرى البحث والجد والاجتهاد لا أرى ذلك، لكن كيف يتحايل الوصول إلى شيء مادي موجود، التحايل بأسباب الدواء غالي، بأسباب أن تفخيم العلاج قوي، الشياطين صعبة، لابد منك من جلسات، لابد من كذا. هذه الهالة أنا أسقطتها بفضيلة جل وعلا، ما جعلتها عندكم، ولكن يحاول البعض عليها أن يركب حتى يصل إلى الزواق. خلينا نسميه الزواق، باغي هو فقط يلبس مزيان، باغي يكون عنده حس المعيشة وكذا، حق له، لكن بالحال الطيب. مع أني أنا بفضل تعالى أقولها لكم وخذوها مني قاعدة، لن أستغل اسمي، وهذا ليس كلامي، هذا كلام الصيادلة، كلام بعض الأطباء أصدقائي، كلام بعض الناس المسؤولين صحابي، كلام تعاوني في الجمعية في الطب البديل، كلام رقاة متمكنين، كلام كثير من الناس يقول أنت لن تستغل اسمك. استغلته في حاجة بدأ في الدعوة إلى الله، وفي فهم الناس ما هي الرقية الشرعية، أنهم يفهموا ما هو الجن والشياطين والعفاف إليس. لو كنتم تظنون أن استغلت اسمي أنتم ما فاهمينش، خاطئين. استغلال اسمي في الأمور الخاصة أنا قناعس أنا أصلا. إذا ما جيش تكلم معي أنت على الجانب المادي، قل لي ما عنديش، مرحبا بك. قل لي ما نقدرش على كذا، مرحبا بك. أما أنك تجرأ وتكتبها لي كذا، هذا ما كيرعبنيش وما كيخوفنيش وما كيخلعنيش أبدا، لأني عاش من عرف قدره. ليس همي ذاك المال، ولكن حقي ذاك المال، وإن لم يكن عندك فمن حقك عندي من المال. فهمت القاعدة كيفية؟ لا فهمتها؟ سلام علينا جميعا. إن لم يكن لك حق، حقك عندي، وإن كان عندك وتريدني حقي عندك، وما تنزعش على القاعدة، تأخذ من قويهم ومن غنيهم وتعطي لفقرائهم، وأنا وسط. أحيانا ما نقولش الناس أعطوني على الله باش نعطي لفلان، خاص يكون عندي أنا اليد العليا خير من السفلى، والقوي خير من الضعيف، وفي كل الخير في الإيمان. إذا ما تبقاش تناقش معايا في هذه النقطة، لأن نقطة باهتة وما كنبغيش نتكلم فيها. وكان يقص على أوتارها البعض، ظانين أنها محاولة إسقاط وأنها ضعف في شخصية نعيم ربيع. أبدا، الحمد لله المال ليس في قلبي وليس هو ما ألهث وراءه أبدا، وما كان يوم ولن يكون بإذن الله جل وعلا. الكل يشهد، القريب والعدو، الحبيب والبعيد، كلهم يشهدون أن هذا الحمد لله ليس من سيامي وليس من أخلاقي أني أبحث عن المال، لكن اقتضت الأمور، لأن مشينا كثير وكنا كناخذ والو، مفهوم. وأنا اللي غادي يجي ويطلب المال أنقول له خاصك تاخذه بناء على شيء، تظهر أشياء، تجلي أشياء، تخدم على أشياء بفضل الله عز وجل. هذا هو المشكل. فالله يجزيكم بخير، لا أريد أن أتحدث في هذه النقطة مرة أخرى، وسيأتي من سيحدثنا كذلك عن نفس السؤال ونفس القضية على نفس الوتر، يبدأ دائما كيحركوه ظانين أنه نقطة ضعف، وما كان بالنسبة لنقطة ضعف أبدا. أنا آخر شيء أقوله كنكره هو المادة، لأن أنا اللي خلى ذاك يقول لك نطلع على الطنجية وعارف شنو فيها، وعارف شنو كيوقع في الساحة، وعند كثير من الرقاة وكثير من المعالجين، عارف شنو وقع، والضحية هم المرضى. كنقولها وكنعاودها، والضحية هم المرضى. طيب، لا لا، شوف أخي نور أو أخت نور، هذا الكلام اللي كتسقطوا دابا نتوما، أنا باش ندير نبلوكيكم، هذا الكلام كي تكتب باش نبلوكي، والله باش حيت لا جيت نواجه الكلام بالحظر، هذا أسلوب غير ديمقراطي، غير
الأسلوب غير حضاري وفيه قمع، مع أن لا أعرف لا أعرف الذي يلقي هذه الكلمات، هل حسنية أم سنية، لكن وجب علي أني أبين. هادشي اللي كتكتبوه أنتم ماشي قاعدة، باشكم تفهموا أحبابي إخواني الذي تكتبون الآن تسألون عنه يوم القيامة ليس قاعدة، لأنكم لا تعلمون أشياء. وغادي نجركم واحد المسألة أخرى، الجمعية اللي كان يشتغل عليها واش نقول؟ والله ما بغيت نقول، أقسم بالله العظيم مين كيجي الدعم. فعلا كاين إخوة أفاضل أكارم أخوات طيبات كريمات من المحسنين والمحسنات، لكن واحد النص واحد النصيب كبير كتشوفوني مثلا غير في كوفيد ما وقفتش 4 شهور. عطيكم باش توضحوا دابا، والله ما بغيت نتكلم في هذا الشيء. كاين أخوكم مضطر لا بطل، غنضطر نتكلم باش ندخلكم في عقلي باش تفهموا العقلية شنو فيها. منذ أن بدأ هذا الكوفيد ديال كوفيد 19، هذا كورونا 4 شهور وانا ما خدامش، ومنذ ان بدات وانا من اول جمعيه بدات ما توقفتش حتى اليوم في الانفاق على الناس اللي ما عندهمش الكراف، الانفاق على الناس اللي ما عندهمش الدواء، الانفاق اللي ما عندهمش الطعام، في الانفاق على اشياء كثيره جدا. والذي نقلناه على اليوتيوب قضية سيئة جدا، أشياء كثيرة ما توقفنا حتى نهار، ما خلينا فاس، ما خلينا مراكش، ما خلينا أكادير، ما خلينا رباط سلا يوميا كازا، يعني هذا يوميا رباط كازا سلا كانت عندي، هذا الطريق كانت يوميا، مدن كثيرة ذهبت إليها، الخميسات ما خلينا حتى، يعني مدن كثيرة جدا، التنقل والمساعدة المادية وغير المادية. وماشي مساعدة كيف ما كيديروا بعض الجمعيات ديال 100 درهم 200 درهم وسكت الناس وخليهم يمشيو، مفهوم؟ الإشكال فين كاين؟ هو أنك كتعطي الناس الذي يستحقونه بحق قبل ما يبداو يساعدون الناس. الإخوة مثلا الأخوات صديت الأمر وحدي، صديت لي وحدي من مالي الخاص وانفقت فيه بفضل الله جل وعلا، الله يتقبل. والله ما كنت نتكلم في هذا الكلام الا باش الناس يفهموا هذيك مسالتي، اخذوا من غنيمه الى فقرائهم. الناس اللي عندهم دياليز، الناس اللي عندهم امراض مستعصيه، عندهم جراحات، الاخت العمليه ديال العينين قبل اسبوع، الاخ اللي كان تهرس كسر مضاعف في قدمه يحتاج العمليه، وكلها كتحتاج عمليه بالملايين ماشي ب 1000 و 2000 و 5000، على الاقل مليون ونص، جوج، ثلاثه، وكيكون الناس واقفين مضطرين على هذا الامر. يعني ما كنظنش غادي تجمع جمعيه وغادي تعطي بهذه الامور بهذه الطريقه. فين هو الدعم؟ منين يجيك الدعم يا الجمعيه؟ ولا اختي الدعم شنو غادي تاخذ في الدعم؟ كم تاخذ في الدعم؟ اذا اخذت، وانا لم اخذ الدعم يوما. اذا هذا المال هو مالي. مال جهدي ومثابرتي وعملي وشقائي. وكن جعلته لله. لو ما أخذت بهذه الطريقة ما كنت أستطيع أن أصله إلى المستحقين من جهة أخرى، وقدمت فيه جهدا وعملا ومثابرة وسفرا وسهرا، ولكن جعلته لله. الأعياد عيد الأضحى لما ذهبت وعملت معكم المباشر 60 حولي 60 خروف، لما دفعت المال واش انتظرت الإخوة حتى يرسلوا؟ نعم، تواصل معي أكابر وأكارم وأفاضل وأخيار وأخوات بالقليل بالكثير، لا أنكر هذا، وجزاهم الله خيرا، وهم السند والدعم لنا نحن وهم في الأجر سواء. لكن لما خطوت الخطوة ما التفت، سواء جاء المال أو لم يأتي، فأنا على عهد مع ربي في كل عيد أني لابد أن أفي بالوعد وبالعهد بفضل الله جل وعلا. إذا من أين هذا؟ هذا من مالي قبل أن يكون هناك مساعدة من فضل جل وعلا. إذا أنا لا أنتظر حتى أمد يدي
إنما الحمد لله الذي أخذته، أعتقد أني أخذته بجهد، وأخذته بفضل تعالى بعمل جعلته لله، ما جعلتوش المثيرات، وما جعلتوش المنتزهات، وما جعلتوش السيارات، وما جعلتوش الأشياء أخرى، إنما جعلته بنصيب أكثر من 80%. باش تفهمونا عمرنا من هو لله عز وجل، ولهذا البركة موجودة، والمثابرة والفتح كيكون في جلسة الرقية، لأن حتى هذا زاد. خاصة تفهم، ويعرف هذا الصديق القريب مني، الأصدقاء والمعالجين والرقاه والأقارب والجيران وكل من يحوم حول العمرة يفهمون هذا. إذن هي أنا بالنسبة لي عندي فلسفة، عندي منهجية، عندي نظرية أسير بها بإذن الله تعالى، أراها موفق وتوفيق الله. لكن اللي ما عندوش هذا ما يمكنش، لابد أنه يتكلم بما يعلم، يراسل المكتب ويقول أنا أحتاج أن أنقل لكم الإشكال اللي وقع بين عمر شنو. يد واحدة والعدد كثير، يد واحدة والعدد كثير. أنا الآن أجد أمام الباب عدد كثير من الناس، كيف لي أن أرضيهم بالله عليك؟ مستحيل. أعرف أن الناس تنتظر منذ مدة، هل إرضاء الناس جميعا غاية لا تدرك، وبإمكانك لا ترضي فرد أو فردين أو ثلاث يشكل لك مشكل. حنا المغاربة والعرب كنتكلموا غير بالمشاكل، وكنعقلوا غير على الخيبة. هادوك الثلاثة والأربعة هما اللي غيبقاو يتكلموا، يقول لك وما دارش لي، ممكن يمسحوا الجروب ومجموعة، وممكن يبداو يصيدوا الناس علاش؟ حتى يرضوا شيء في نفوسهم والعياذ بالله. في المقابل المئات والآلاف الذين أحسنت إليهم ما شاء الله، والملايين الذي أحسنت إليهم ما شاء الله، وربما تجد مشكل مع ذاك الذي يريد أن تساعده لله، ولا تجد ممن هو أعطاك لله. فهموا هذه القاعدة، قد لا تجد مشكل مع من هو تعاون معك وتعاونت معه ماديا لله وبجهدك لله، وتجد مشكل مع من ينتظر منك أن تساعده مجانا لله. وهنا دائما هذه النقطة المشكلة الخطيرة عندنا في المغرب، هذه النقطة الخطيرة التي تشكل المشاكل في المجموعات وفي الفيديوهات اللي كيخرج يتكلم عليك واللي بغى يتكلم عليك. هذه مشكلة خطيرة خصهم يفهموها الناس. أنا صادق وصريح، هنا مشكل. تجد حينما تبحث تجد المجموعة فتحات سببها أخت أو أختين، ليش؟ بغي يتعالجوا مجانا، كأنه لوي ذراع. أخ عمل فيديو لجوج بغي يتعالج مجانا، نوع من لوي الذراع. كنقولها وكنعاودها، قلتها سنين وكنعاودها، اللي غير يدي غير قطعه ويديها من 20 وحده، ما كتلوش يدي. بالاحسان نحيد الحنان ونعطيه لك، بالضد بط الضد هذا، وما كيمشيش بالاستسلام. بالسخاء نعطيك اللي تجيبي، ونقولك تسنى نمشي نجيب من داري ولا نجيب باكو نعطيك، ما عندكش مشكل. بالويه اللي يدين بالفهمه ديك الزايده ندوز عليك، ما عطاش عليك، ما عنديش مشكل. ودير عليا 1000 فيديو 1000 مجموعه واش غضرني؟ عاش ما عرف قدره. انا راجل واعرف الحمد لله الرجال، واعرف اخلاقي واعرف طبعي، ما نكونوش رعاوين، سمحوا لي ربي وفق، نكونوا رجال ونكونوا اخوه عيالات ديال بصح. اللي احسن الينا نذكروا الجميل ديالو، دروس، مقاطع، فيديوهات، تسجيلات، جلسات مجانيه، جماعية فيها المساعدة، الحجامة فيها المساعدة، الزيوت فيهم المساعدة، وتجي تقلب علي أنا باش دير لي لويا الذرع، تشحن علي الناس. هذه هي الأخلاق، هذا هو الدين، هذه هي العروبة، هذه هي المروءة، هذه هي التمغربيت. لا مشي هكذا، والله ما هكذا. ولهذا أنا طيب، شوف دابا أنا كنتكلم وواحد كيصر على انه يكتب كلام، ما اش خصو؟ خصو يمشي لزبلة التاريخ، هذا خصو يمشي بلاتي. اسمعوني يا اخواني، اسمعوني يا اخواني، الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير، اسمعوني اسمعوني. ما يمكنش، انا كنقولها وكنكررها، المال ليس هو العائق في باب الرقية. المال يكون عائق بالنسبة إذا اشترطت شرطا
على من لا يقدر. ثم غيروا عقلتكم، فهموا شنو هو الشرع، فهموا شنو هي الرقية. وكاين الخوف هو لما نقول هذا الكلام الشرعي يستغل عند الضعاف الرقاة، ويستغلوا باش يوصلوا غير المال دون نتيجة. أما الفقهاء تكلموا في باب الاشتراط في باب أجرة المعالج، وبينوا الكلام تبيانا شافيا كافيا. الله يجزيكم بخير. يجوز ويحق للمعالج أن يأخذ أجرا كان قليلا أو كثيرا، يجوز له أن يأخذ المال سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن لابد أن يرحم الناس وأن يرأف بالمحتاج. فقد يشترط على ناس عندهم بفضل الله تعالى، وقد يرحم أناس ليس عندهم، وهذا هو الأصل. يشترط على من ليس عنده، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شاة ورد شاة، سعد خذ أخذ قطيع من الغنم، وهكذا على حسب نظرتك لمن معك. قد تتعامل مع الساسة والقادة، وتتعامل مع عدة القوم، ما تأخذ منهم بالنسبة لما شيء سيسير بفضل الله. رجال الأعمال والميسورين بفضل الله تعالى، هناك من يكرم أهل القرآن، هو يعلم أنه بفضل الله تعالى يعطيك خيرا وأن تعطيه خير، ما الضير في هذا؟ ولكن إذا جاءك سائل وليس عنده فلا تطرده، فلا بد أن ترحمه، هذا هو الأصل. لا تكون التلاعب والتحايل لأجل وصول المال دون نتيجة، وليس في همك أصلا الاجتهاد، وليس في همك أصلا الوصول للعلة، همك هو أنك تأخذ مالا وقد تعمل معه حس قلوب. سلام عليكم، هذا لا يمكن. وبعض الناس تريد فقط أن تصل إلى العلة والشفاء والدواء، المال بالنسبة لا شيء. شيطان تسبب في أمراض مستعصية، في تفريق، في طلاق، في حوادث، في سجون، في ديون، في أشياء كثيرة. تقول لك أريد، ويتعنت هذا المال وهذا الشيطان، وكلما ذهب عند المعالج أخذ منه المال ثم رماه، قال حتى مستعصية، أو يقول له شفيت وما شفي. ماذا يقول هذا الإنسان؟ يقول لك أريد بأي ثمن أني أشفى، فقط أجد الصادق الذي يساعد طاعة لله جل وعلا. وهذا موجود في هذه الحالات، موجود في كل أنحاء العالم. أريد فقط من يجتهد معي بعمق، بصدق، بإخلاص، حتى أنجو بفضل الله تعالى، وتنجو أسرتي، وأنجو تنجو حياتي من هذه المصائب. هذا كذلك موجود، هذه الحالات موجودة. فلهذا أقول لكم، حينما تتعامل مع الناس أنت لا تعرف شخصيتهم، لا تعرف صورهم، لا تعرف أسماءهم، لا تعرف رتبهم، وقد يخفي عنك هذا، فهذا يدخل في إطار تعاملنا مع الناس. وبالتالي حينما تعرف حقة الناس، فقرهم وضعفهم، يكون كلام ثاني، كلام آخر. فلا تأخذ كلاما يبنى سطحي وتبني عليه قاعدة أصلية، تكون غبي، تكون جاهل، أو تكون ناقم حاقد. ففهموني مزيان، الله يجزيكم بخير، بغيتكم تفهموا الكلام جيدا. أما الحمد لله، كل من زار المراكز يشهد كيف هي الحجامة لساعات، والزيوت والعلاجات بفضل الله، والتعامل بفضل الله سبحانه وتعالى، والقناة تكفيكم، والاجتهادات تكفي بفضل الله تعالى. وأن يوميا، هل هناك معالج يوميا هو على شاشة الحاسوب وشاشة الجوال يقدم النصائح ويقدم العلاجات؟ بينوا لي أين هم ولماذا. هل أتقاضى عليها أجر النصائح مباشرة، وأسئلة عن إجابة عن الأسئلة مباشرة، ودروس مباشرة يوميا؟ لماذا كل هذا الجهد؟ غير على المجال وغير على المرضى، أريدهم أن يصل بإذن الفهم الصحيح. فعيب مخون تكلموا في هذا النقطة، أنا مكدرنيش، ولكن كيضرني أن البعض يروج لها أظن أنها نقطة ضعف. أبدا، فأنت تقدم لي خدمة جزاك الله خيرا، لأنك ملي كتكلم عن هذا الأمر كل اللي كيقول لك ها الشيخ نعيم، وما تصدعش راسك مع هاد الناس، ولا اختي باغي الفلوس، وحنا باغي نحطهم فوق الطابلة، وغاص تقبلنا وصدعنا الباب غير حنا وياك، وما دير لا مباشر ولا يحزنون، ما عرفنا حتى واحد جينا عندك ولا لا، قالوا جي عندنا، ما عرفت حتى واحد، تمتعوا ونكرموك وبين لنا سرا، وخذ ما تحن طيب بعد العين الحسد، وسير الله يسهل عليك. وكاين منهجيتي مختلفة، كنبغي نشارككم أمور كثيرة وتنتفعوا وتفهموا أمور كثيرة، ولكن إذا تحول النعمة به فباضطراركم. كنقولها وكنعاودها، لأن كل حاجة عندها حد، القدر، الصبر، يتقاضى. أنا ماشي ملزم أن نبرر، وماشي ملزم أن نبان يوميا، ولست ملزم أن أعطي توصية يوميا، ولست ملزم أن يجتهد بأي ساعات يوميا. قد يكون هذا سرا مع من يستحقون أو يقدرون، كلكم تستحقون، مع من يقدرون لك مادي،
مع من يقدر، هو اللي غادي شنو نخدم معاه، ولا لا صوت ولا صوره، ما شكون اللي غادي يعرف؟ شكون اللي غادي يعرف اصلا؟ مفهوم؟ وحتى ياتي عندي ويقول له مرحبا ويعطيني يد بيد، يد بيد، ومن سيعلم؟ لكن لاني واضح برنامجي ومنهجي اتعرض لهذه بعض الشطحات الكرتونيه بعض المرات، وانا هذه الامور ما توافقش شخصيتي للاسف الشديد، طبعي وشخصيتي ومكانتي ما توافقهاش. بامكاني نعمل لك حظر والسلام انتهى الكلام، ولكن اريد ان ابين حتى لا تزرع السم. فكنقول لك كنعاود اذا تغيرت او تحولت او تغيرت منهجيه فتذكروها لله ثم للتاريخ ان لكل شيء حد. رغم بامكاني باش لي اصلا اثار التع والارهاق نهائي، الحمد لله ما عندي شي مشكل. ممكن يعني لو كنت نغلب الجانب المادي لن يظهر علي اثار التع ابدا، ولكن لان الفكر دائما موجه الى الشياطين تفكر فيها كيف تصل اليها، كيف تبحث في ثغراتها، قراءتان وبحثان ومطالعتان وجدا واجتهادا، لكن لمناع الساكت يجي يحس ويقول بسم الله الرحمن الرحيم سحر 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 سحر، كيخرج هو كيمشي يلعب البلاي، كيلعب الكولفازير، كيمشي كيفروج عنده الشيء، راه ما عنديش هذا المتعة وهذ المادة، راه ما عنديش حياتي نهائيا. فهموها مزيان، والله ليست في قاموسي ابدا، يعني جدي، ولو الحمد لله ماشي ذاك الانسان المتزمت وكذا، ولكن جدي. وين ممكن تجي تتأدب؟ لو ما كنا جدين ما وصلش هذا الشيء. وتجي في الاخر انسان يرزع لك كلمه، يا اخي ما عندكش تكلم معايا. مفهوم؟ ولكن باش تبقى كل مره كتكلم في هذه الجزئيه، راه بامكاني ان اغير المنهجيه بالمره. فاسال الله جل وعلا، شوف عامل مباشر من اجل الافاده، شوف فين مشينا وعلى اي. وكنقولها ونعاودها، مرحبا بالغني ومرحبا بالفقير، ونأخذ من الغني والميسور ونعطي الفقير، ولن نستحي في هذا، والله يطالعنا ويشهد علينا كيف نجد ونشهد مع هذا ومع هذا، وماشي بحال ديك الرقاة اللي باغيين غير ياخذوا ما بغيش يجتهدوا ويكذبوا ما بغيش يوصلوا على الحقيقة. والحمد لله حنا في المجال 24 عام كنعرفوا واش نقولوا، وما يقدرش شي واحد يجي جالسنا ويناظرنا يواجهنا فيما نقول، لان سنفهمه ماشي عنادا وتعاليا، انما بالحجج، غير فهم ان منهجتنا حق، ولكن بغينا اللي مشي بغيش عليها خاصة حتى يكون على الحق ويرجو بها الحق، ماشي حق لي هو وانسى حق الاخر، لا حقك وحق الاخر. وما بغيش نتكلم في هذه الامور لان ربما كياخذوها البعض وكنفهمهم بحال كنحل معقلهم كيفاش تخدموا، ماشي في الاجتهاد غير في الجانب ديال، وهذا مشكل ما عندكش باش كترجو كنطمجو، ان البعض ملي كيدي يسمع هادشي عا باش كيفيق ويقول اه نولي راقي، وما شافش الاجتهاد، هو شاف غير ميمي. اسيدي ميمي راه ماشي هي كلشي، وفوق هادشي كامل الا درتيها في بالك والله ما توصل. خذ مني قاعده، الا كنتي باغي تدخل على قبله في هذا المجال ما توصلش، ما غتوصلش، لان تنزع منك البركه. وشنا كثير دخلوا على قبل الفلوس الى هما فقاعات صابون بق مشات انتهى الكلام، سواء في المغرب او غير المغرب، الامثله كثيره جدا وانتهى الكلام في هذا الموضوع. يا شيخ لماذا لا ترد على الواتساب؟ واخ انا غادي نجاوبك دابا على الواتساب. الواتساب غير دابا لك تقرب شحال قرب 13521 رسالة، هاي عندي دابا باقي ما تقراتش 13522 رسالة. شوية اقراها، هي الآن موجودة مكتوبة الآن 13522 رسالة، جاوب عليها. الرسائل العادية فوق الألف، هي الآن فوق الألف، الرسائل النصية العادية فوق الألف،
رسائل الفيسبوك اللي ما تحلاتش الآن في هذا الصباح 164، وزيد عليها الفايبر شحال هذه 949 رسالة، 949 رسالة، 949 رسالة. واش نزيدكم ولا مازال؟ راك رسائل كثيرة، كيفاش غادي تجاوب؟ ولو نبقى نجاوب، كاين اللي يرسل لك رسالة مباشرة، رسالتك تنزل كتنزل لتحت، فكضطر أحيانا تفتح بعض الرسائل اللي كتكون قدام. رزق، باش نكونوا صريحين، ما كنفضلش هذا على هذا. أنا كنتفاجأ حين كيقول لي واحد الأخ ولا أخت، راه معاك تعاون في الجمعية ولا معاك كتعرفوا، راه رسل رسائل، خاصني نضطر رقم ندخل السميه باش نقلب عليه، كتلقاه عفوا كتلقاه نزال. علاش؟ كثرة الرسائل المتابعة. كيكون معايا بعض المرات بعض الأصدقاء في الصيف، ويا ما يمكنش، حاول ديرو في الصامت، ما نقدروش كنزعجو هكذا بزاف عليك، تان 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 تان، رسالة تبع رسالة، كنقول لهم شتو؟ كيقول لي نعذروك أخي ما نقدرش، هادشي صعيب. ويجي إنسان يلومك علاش ما جاوبتينيش، ويجي إنسان يجاوبك يلومك علاش ما جاوبتينيش. أنا كنستحي من أخوات وإخوة عندي معاهم كلمة نجاوبهم وكنجاوبهم، كنساهم ولا كيكون الإشكال اللي كاين. أنا كنتكلمكم معاكم بحال بيتي وأسرتي، غا أحيانا كنكون في سفر نقول غنجاوب هذا الإنسان في التليفون، وأنا بطبيعة الحال مش نخضع، كيبقى يعاود كيقول لك صافي مادام شديت الشيخ سأحكي له كل شيء، وأنا أستحي نقطع عليه. يحكي لك على قصته، قصة أمه، قصة باه، قصة خواتاتو، خوتو، عائل، ومن حقه لأنه يعرف منهجيتي خصو يحكي كل شيء. والله وبالله وتالله أكون جالس في مقهى وعامل بقبعة بيقولني شكل حتى واحد، ووضع مقهى قهوة، كيجي إنسان يقول لي فلان، نقول نعم، كيجيك نقول تفضل، يجلس يعكر عليك جلسة القهوة، أقسم بالله. لماذا؟ يبدأ يحكي لك القصة من أول إلى آخر، وأنا أتفاعل معه، أسأله وأعطيه وقته وحسن الإصغاء وأتفاعل معه، أجد أن مرت ساعة وساعتين، كوب القهوة لا ما تلذذت به وما ارتحت، هربت من جو الجن والشياطين، عشته في المقهى. مشي المسبح، ما تالا نادي وكذا، والله العظيم تعيش نفس الشيء، أشهد الله. في أينما ذهبت، في فندق فلان، عندي واحد من الإشارات اللطائف العجائب، البارح في عيادة مصحة كبيرة في كاليفورنيا، فلان اي نعم نفس القصة. يعني حتى إذا رأوا مثلا أسرتك غير بالكنية، واش كذا الله يجزكم بخير، كذا الأب ديالك يسقسيك الله يجزك بخير هذا الرقم راه كذا، جاوبوا كذا، الأم كذلك. يعني غير فهموا أن الشهرة عندها ضريبة وما تقدرش تخسر للناس. جارك يجي عندك يقول لك الله يجزك بخير، كيفاش ضبط جارك؟ صديق ما شتيش مدة يقف عليك، كيفاش ترد صديق؟ مسؤول انت ملي وقفت عليه ما شاء الله، ونض هو خدم معك، لما يتصل يقول لك خدم لي هذا الغرض، ما تخدموش عليه لله، ماشي اطمع دنيويه. وهكذا اذا تصبح انت لزاما عليك في كل يوم عندك ضغط، فهموا هذا الشيء، بدكم تفهموه. انا ما كتشوفوش نعيم ربيع جاي يدخل المكتب ولا كذا راه صافي، لا لا، انت هنا وقتك محسوب. والله العظيم الذي يمنعوني عن الابداع في المقاطع والديكور والتوضيب، كنقول الشباب هما كنتقداو جميع الامور، الاضاءه الخلفيه كله، كنقول لهم شحال غادي نقاوم؟ كيقول لي الشيخ صبر، الا بغيتي المنتوج يكون جيد والناس يفهموا الامور جيده، انت ما شاء الله كتكلم كثير ساعتين ثلاث سوايع، فقد نختصر لك موضوع في ربع ساعه ويكون ما شاء الله مشاهده كبيره وكذا. كنجي كنحاول نجرب معاهم يوم يومين، كنشوف انها ثلاث سوايع، كنقول لهم ما نقدرش، ثلاث ساعات بالنسبه لي افعل فيها اشياء كثيره، ما يمكنش نجلس ثلاث سوايع. لو جلستوا مع الإخوة ثلاث ساعات وعطيتهم فائدة كارتاح ماشي مشكل، لكن معكم ثلاث ساعات لا، خاصني مازال عندي فيها برامج أخرى، كاين ضغط. حيت برمجت نفسي على هذا الأمر، عشت عليه سنين فاعتدته، ف
فما يمكنش انسان يجي يلومك انت وانت عطيتي كل شيء للرقية الشرعية. فالله يجازيكم بخير. ما يمكنش غتجاوبني انت على الواتساب غتبقى فيه نهار كامل، وسائل التواصل تبقى نهار كامل، وكتجيك مكالمات من جميع وسائل التواصل الواتساب وغيره، وانت ما جبتيش على المكالمات العادية. وانتم كتشوفوا كنكونوا على المباشر كيزعجونا بالاتصالات ديالهم. جزاهم الله خيرا لما احبوا اخوة. نعم نقدر هذا الضغط، ولكن كيف ترضي الجميع؟ تقول لك والله 3 سنين انا كنتصل بك وما جاوبتينيش، كيف لي اني اجيبه؟ هل انا واش كنعرفو واش تعمدت ما نجاوبوش؟ ما كنعرفوش، عندما تعمدتش ما نجاوبش. بعض الرقاة كان عندي معاهم في الاول هذا المشكل، يقول لك يتكبر نعيم ربيع متكبر. لماذا؟ انهم لا يجيبون على الهاتف، لكن مع المدة فهموا لما دخلوا المجال او لما قربوا مني عرفوا ان هناك ضغط، لا يمكن للانسان انه يلبي جميع حاجيات الناس ورغبات الناس والاتصالات يجاوب عليها كامله. الى قلت لكم اشهد الله ان الاب والام في كثير من الاحيان ما كنجاوبهمش، ماشي عقوقا ولكن كثرت ما كنشوفش المكالمات، كثرت المكالمات. احيانا يتصلوا بالاسره او بالمكتب باش ينبهوني مثلا برساله او يعني بحال داك اللي غادي يشدني، راه الاب والام تاعك اتصلوا بك اطمئنوا عليك حاول كذا كذا. يعني ملي توصل بك لهذ الدرجه غتلام في حاجه اخرى. والذي اخذني في هذه انك كثرت اشغال، كتكون هنا وكتكون هنا وكتكون هنا وكتكون هنا. فالله يجزيكم بخير، انا لكم. فما نبغيش الامور تخرج على اطار ديال الاخلاق والاطار ديال الادب والاحترام. الامور الاخرى ديال مثلا ما جاوبتكش اعذرني، ديال مثلا عندك موعد تواصل ولح، تواصل من حقك انك اذا تنسى موعدك مثلا قبل، كنتكلم بشكل عام، او باغي تضطر الموعد تكلم مع الاخوات ولح على الاخوات من حقك هذا. كنت مثلا بغيت تشوفني تحط رساله ونشوف انا مباشره تجي تحطها في المكتب، ماشي من حقك وعلى التليفون وعدك اني نقرا ونتصل بك، هذا حقك. ما كنهمش الرسائل، هذا حقك. اذا ما غاديش عندك ملف طبي عاجل مثلا وحتى القدره الماديه ما عندكش مثلا بغيتي تساعد في الرقيه الشرعيه، مرحبا حطو، يكون خير باذن الله جل وعلا. وهذا ماشي في الشرط، غادي نقول لكم هذه الحاله اللي كندوز دابا مجانا، راه مستحيل. واش كتفهموا؟ راه ما يمكنش نجي نقول لكم هذا المباشر اللي داز دابا اخت كتطلبني وكذا مجانا، هذا المباشر اللي انا خدم معاه دابا واش منطقي هذا الكلام؟ ما يمكنش، راه ما يمكنش. خلوا العمل يكون خالص لله عز وجل، ما تضيقوش علينا، ما تضيقوش علينا، غنكونوا غادي مزيانين. وانتهى الكلام في هذا. اولا غندير واحد القضيه اللي شرع ليها عدد كثير من الاخوه في مدن كثيره من المغرب، كنت تكلمت معكم عليها شحال هذه، هو فتح فروع وتكون لي زيارة أسبوعية لكل مدينة. كل مرة نجي لمدينة نتكلم على المغرب، منها غندير جماعية ومنها التشخيص أو متابعة العلاج لبعض الحالات، ونحط طرقات اللي غيكونوا أكفاء بإذن الله تعالى ومحل ثقة، ونحرصوا أن نكون بإذن الله نكون شافعين ويكون منهج شرعي. الاخوه كيعرفوا الثقه والمنهج ديالنا بفضل جل وعلا، ونحطوها في مدن متعدده مع علاجات سهله يسيره بفضل الله. اظن هذه كذلك مساله جد 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 جيده. مثلا فاس نحرص على اخوات حجامات، اخوات رقاد كذلك، وتكون مراكز هناك، مركز مثلا شامل يجمع الاخوات والاخوه ديال تلك المنطقه، وتكون قاعه كبيره حيث اتي اخبركم في الفيسبوك وفي اليوتيوب انني جاي باش تكون جماعيه لنواحي التازا، نواحي فاس، ولنواحي المناطق القريبه من تلك الجهه تحضر في ذاك المركز. نعلمها في مراكش كذلك مركز، لما اكون في نواحي مراكش تاتي الناس الى مراكش، الشيخ يعمل جماعيه باذن الله تعالى، وتكون معها العلاجات باذن الله والحجامه في ذاك اليوم او يومين، وتبقى المتابعه باذن الله عز وجل. ونعملها كذلك في مناطق متعدده في المغرب. ويصبح انا ليس المركز قار، انما هو اني كل يوم باذن الله
أو مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع في كل مدينة في المنطقة، وبالتالي سوف نقرب العلاج من كل ربوع المملكة الحبيبة، وهذا باسم شركتي وجمعيتي قانوني 100% بفضل الله، باسم الجمعية وباسم الشركة بإذن الله. وحتى إن شاء الله أنا الآن أعمل على أمور أخرى كتعاونية وغيرها بإذن الله عز وجل بتوفيق الله الكريم. إذن الأمور القانونية ما عندناش إشكال، الحمد لله محبة الناس ما عندناش مشكل، إقبال الناس ما عندناش مشكل، يبقى الأمر نختار النخبة الطيبة من الرقاة في المنطقة مع حجامات متمكنات في كل منطقة، ومسائل المراكز راها سهلة ما تلقاش فيها مشكل باش تلقاها، والجهيزة بفضل الله تعالى سهل يسير بتوفيق المولى جل وعلا. إذا هذه الفكرة ما عندناش فيها مشكل، فهمت كما يقولون المغاربة حجوا زيارة، نجي للمنطقة صلة الرحم ديال أهلها ديال الإخوة والأخوات الأسر، نفقد الرقاة اللي عندنا بإذن الحجامات، نعمل جماعية بإذن الله تعالى تكون علاجات مناسبة بفضل الله تعالى ومتابعة لحالات، وهنتقرب العلاج من كل منطقة بفضل الله، الشرق الجنوب الشمال الوسط وهكذا. هذه فكرة يحثني عليها القريب والبعيد، من أقاربي من جيراني من أصدقائي من المرضى من المعالجين يؤكدوني على هذه الفكرة. 24 أكثر دي سنة وما عملتهاش، علاش؟ لأني كان مفضل نبقى النهار كامل مع جوج حصاص مع جوج حالات أو ثلاثة، وأحيانا حالة واحدة أربع خمس ساعات في الحصة، فهموها مزيان. ما الذي منعني عن هذا؟ واش ما عنديش ما كنفهمش غبي؟ لا الحمد لله، ولكن هو حب الساحة حب العمل على أرض الواقع. يعني احترمنا، جي دبي يتكلم، الله يجزكم بالخير، فهموها صح فهموها صح. يعني ملي كتقولي المادة كتسبني، علاش كتسبني؟ لأن لو فعلا كنت مادي ما كنتكلمش معك أصلا كنت مادي ما كنتكلمش معك أصلا، غادي نستغل الاسم ونستغل الشهرة ما غنتشوفنيش أصلا شتي كيفاش هي؟ ولكن نطلب الله يوفقنا للخير ويرزقنا التواضع، نسأل الله تعالى ما نتبدلوش نبقاو في صباغتنا، فهمتي؟ والله تعالى ما نتبدلوش نبقاو كما يقولوا المغاربة، نبقاو في صباغتنا، نبقاو متواضعين معقولين طيبين، لأن هذا الشيء كيزول، قدر المال يجي ويمشي، لكن أخلاقك حاول أنها ما تمشيش، رجولتك ما تمشيش، قيامك وشيمك ما تمشيش. فنطلب الله تعالى التوفيق ودوم الفضل والخير، آمين آمين. يا اختي شنو نقول لك، اللهم استعان علي ما عرفك جهلك فعلا خسرك، الحمد لله على كل حال شي مشكل. كنت من كلام اللي قلت يكون فيه فائدة كثيرة بإذن الله تعالى تسميك الجمال، ونطلب الله تعالى يوفقنا للخير. أحيانا أخي كريم كتعجب من ماشي 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 كتب كتب كتعجب، خاصك ترجو، أنا واضح اللي كتب بيض واضح ما يخافش. يا إخواني كنقولها وكنعاودها، اللهم صل على نتكلم مباشرة نتكلم في الجانب هذا ديال المال، لأن الكلام فيه كيقص القلب صراحة. ولا قوة إلا بالله، كان هو الجانب ديالنا ما نوقفوش 4 شهور واقفين. الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم، شنو نقول الله يهديكم. متنساقوش و تعلموا تعلموا أنكم تبحثوا لماذا وكيف، لماذا وكيف العشية في حياتك فيها التبيان والتثبت، لماذا وكيف، فهمتي؟
لماذا وكيف؟ أخويا شي رقية الجن في العوام. واحد الأخ الأخت أو الأخ كتب لي لماذا أنتم لا تؤكدون أنها الأنف؟ نعم كنقرأ والآن العوام. نعم، فهنا كيبان لك هناك جزئيات ربما نتغافل عنها في مسألة الرقية، لكن هي مهمة جدا. الأنف نؤكد عليه، كنأكد عليه، هي ربما ما كما يقول مرة ما تحسش عليها. مرحبا بك في بروكسل. مهم الكلام بحلو، خلينا نحن في بوكس إن شاء الله تعالى. آمين. طيب بارك فيكم. أرجو أضفني لصفحتك سوزان. طيب زوسة. طيب إن شاء الله بإذن الله جل وعلا أضيفكم جميعا، لمن أراد إضافة مرحبا. أنا غير إحنا ليش ما ضفناش بعض الناس؟ ماشي الكمية هو الكم، ماشي الإشكال. يقول عندك 5000، كان عندنا 5000 يوم من بعد. أقسم لك بالله دابا عندنا عدد قليل، عندنا تفاعل أكثر، صح ولا لا؟ شحال عندنا اللي بدي المتابعة؟ شحال خلينا شي 600، كانوا وصلوا الآن ل 1000، أكثر من العدد اللي عندنا. كنا 5000 كانوا وصلوا ل 400 500، شتي المفارقة؟ الله المستعان، بارك الله فيك أخي أحمد. تقول الأخت أم سعد: أخي نعيم، حالتي الله المستعان، حالتي مستعصية وصعبة، أحتاج مساعدة وعلى هاتف. أنا أقول لكم حاجة للأمانة، للأمانة نقولها، شهدوا يا تالي، اشهدوا عليها. هناك رجال ونساء في ظرفية كورونا كانوا أهل سخاء وكانوا أهل عطاء للفقراء، ليس لنعيم ربيع. أريدكم أن تسمعوا هذه الكلمات جيدا. رجال، نساء، أسر كانت أهل جود وعطاء وسخاء للفقراء، وجعلوا بفضل تعالى ثقتهم في نعيم ربيع. أنفقوا من مالهم، ليس للرقية، إنما ليسعدوا الفقراء. ومن حقهم ومن حقي أن أقولها على المباشر، لهم الأولوية الصدق في العلاج ومجانا إن شاءوا. لماذا؟ حينما أعطوا الفقراء كأنهم أعطوني أنا، مفهوم؟ أقولها والعبرة في عيني. لماذا؟ لأني لامست طيبتهم وطينتهم. خموز معه تلفشر وأنا سعيد. لماذا؟ لأنه أعطى لله وأعطى حبا. والطيور الأشكال تقع. هذا السير الذي ساروا فيه جعلني أحبهم حب كبير. هو كنقول ربما ما كنتجاوبش في، ما فيش ديك الطبع ديال كنبقى في الواتساب نتكلم كثير ونشكر كثير، لكن شيء اشكر ولكن شيء في القلب. انا طبعي هكذا، وكما كيقول المغاربه نموت مع بنات اهل الخير. لان سبحان الله بعض الناس كما يقال اغرقوا الفقراء بجودهم، وانا اعلمهم ولن انساهم ابدا، ولهم كما يقال كتاب خاص، بابهم باب الرقية مفتوح له، ومراكز مفتوحة له. وجدي وشي أسأل الله أن يوفقني لكم سبب في شفائهم، لأنهم ما قالوش هذا مقابل علاجنا، قالوا هذا لأحبابنا وإخواننا من الفقراء، ثقتنا فيك فضعها حيث شئت. فهذه رسالة لهم، تحية إكبار وإجلال وتقدير واحترام لكل فرد باسمه، وكل أخت في هولندا، في فرنسا، في ألمانيا، في كندا، في أمريكا، في المغرب، في دول عربية مغاربية خليجية، كنقولها لكم جميعا، سواء بالقليل أو بالكثير ساهم، اسمه مرسوم. وأقولها على المباشر، يأتي معز مكرم هو الأول غيدخل، ما كاينش تسنى
حقاش ما خلاش الفقراء يتسناو. علم علم صح صح والحق حق يتبع. شي واخا يجي وقا الناس عاطين الفلوس وعندو المعيد غيجي وغيدخل لانه طرق باب الفقراء. انا هكذا عقليتي، حبتي حبيتيها مرحبا، ما حبيتيهاش الف مرحبا. والله ما قالوا لي ان هذا مقابل علاجنا، وما قالوا نعطيك حتى تقدمنا. اشهد الله واعلمهم، لان من خلالك تشوف الصوت والنبره والكلمه وحب الخير. انتهى الكلام انتهى الكلام، لان اعطاؤهم للفقراء اعطاهم لي، بل لما انا اسعد الفقراء اكثر من انهم يسعدوني الان. الحمد لله. وانتهى الكلام في هذا. اسال الله جل وعلا التوفيق والسداد، ان يوفقنا الله عز وجل لكل خير. ابقوا معي باذن الله جل وعلا، بعد قليل ستكون لنا جلسه رقيه باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله.